الكرة خطيرة. الكرة يا السلام يا السلام يا السلام، تياغو ماريا يسجل أول هدف المباراة. يا السلام على جوكو، جوكو الذي تحدثت عليه، جوكر دينامو القلب النابض لنادي بنفيكا. كيف مرر الكرة لتياغو ماريا وكيف أحصى رصيدا خدري. شوفوا الإعادة أمام غفلة الجميع، شوف هذا هو لاعب أوكودا، الخروج الخاطئ من الحارس صمويل سواريز. أوكودا يستغل هذا الخروج الخاطئ للحارس المرمى، يسجل هدف التعادل. قلتها مرارا وتكرارا، حذاري من الفريق الياباني، يظهر عندما يظهر الفريق الياباني يظهر بقوة. ماوهوسويا، ماوهوسويا غائب كل الغياب. الخطأ الأول سجل فيه كاشيوا، والخطأ الثاني من نفس اللاعب ونفس الحارس صامويل سواريز. وهوسويا يتحكم ويستخلص الكرة ويسجل هدف التقدم. جول ثالث للكمبيوتر الياباني. ما الذي يقع لبنفيكا يا سادة اليوم؟ ما الذي يقع لبنفيكا؟ يسجل اللاعب هيروكودا بالراس. يا هيروكودا أمام المرمى، هيروكودا يسجل الهدف الثاني له في المباراة. يا سادة، ما هذه المباراة؟ ما هذا اللقاء؟ ركنيتين فقط لنادي كاشيوا و15 ركنية. السلام على الارتقاء، يا السلام يا السلام على البديل نونو كوستا. البنفيكيون الان يسجلون الهدف الثاني، هدف تقليص الفارق يا سادة. اوه سازالا يقت كاميرون. ومبدع. لا 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 لا، أي فريق، أي إبداع، أي